يا اهلا بيكم مره تانية. طبعا احنا عندنا كلام كتير جدا نتكلم فيه بخصوص المنتخب، وعلى فكره مش هنتكلم في الموضوع ده بس في حلقه النهارده، لا ده هيكون حديث مطول وعلى مدار الاسبوع بالكامل، وتحديدا مباراه الاياب امام السنغال ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا الناقد الرياضي الاستاذ سامي عبد الفتاح. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا كريم. صباح الخير دعوان. بونجور يا فندم. جدا ورحمه الله. وعايزه اروح معاك يعني، معلش قبل ما نروح للاياب خلينا في الذهاب شويه، مع انهي راي؟ الناس كتير مايله لفكره ان احنا كسبنا بالحظ بدعاء الناس ال 100 مليون، احنا هناك هتبقى في صوره ممكن تبقى بسكور فينا. البعض بيشوف تصريحات كيروش غير موفقه تماما، ده جانب. الجانب الثاني بيقول لك بالعكس تصريحاته في غايه الذكاء، قدر ان هو في الاخر يكسب الصحفيين اللي فضلوا في المؤتمر غير اللي مشوا. بيقول لك هو اكيد فاهم كويس هو بيعمل ايه، هو تحدث ان هو واحد من افضل المدربين في العالم وله تاريخ كبير جدا بيمتد ل 40 سنه. حضرتك رايك ايه؟ هناخد بالنقطه الاخيره ونتكلم في تصريحات كيروش. تمام. يعني الراجل لازم يكون باكينج يعني داعم للاعيبه بتاعته المنتخب لانه هو مسؤول عنه، ما ينفعش واحنا لسه قدامنا 90 دقيقه ثانيه وان هو يعني يحط علامات سلبيه على اي لاعب من اللاعبين او على الفريق ككل، لازم يدعمه لان طبعا المباراه من مباراه على شوطين، شوط في القاهره وشوط ابو زيد، فيعني ربنا وفقنا في الفوز الاولاني ونسعى ان احنا نكون يعني جاهزين لفوز تاني ان شاء الله. انا متفائل. هو الدعم ملوش علاقه بده او ده، يعني الكفتين اللي بقولهم لحضرتك اكيد في الاخر بيتفقوا ان هم بيدعموا المنتخب وكيروش. انا بس بتكلم الوجهه النظر دي وما تحمله من بصراحه ايجابيات وسلبيات، وانا وجهه النظر دي يعني بتحللها ازاي بغض النظر عن ان احنا نؤازر المنتخب؟ اكيد دي مفروغ منها. ما ينفعش يحط اي انتقادات على فرقته في الوقت الحالي. ما ينفعش خالص، لازم يكون يعني داعم لهم بقوه حتى لو هو في ضميره علامات استفهام كتير. ده بالنسبه لكيروش. بالنسبه لنا احنا. بالنسبه لنا احنا بقى كقدر دين وكجماهير يعني بنقول ان يعني الفوز مهم جدا ولو بهدف، ولكن الاداء كان عليه علامات استفهام كتيره. صحيح. جدا. يعني اما اقول يعني في ماتش زي ده كبير جدا اكثر لعيب لمس الكره في منتخب مصر الشناوي، يعني معنى كده ان احنا كنا بنلعب في اتجاه غير اللي احنا عايزينه، رغم ان جمهور موجود، هدف مبكر الحمد لله كان موجود، فده عوامل مساعده ان انا يعني اكون اكثر تواجدا في الملعب واكثر هجوما واكثر. الهدف المبكر ده لو ما كانش جه تعتقد كان هتنتهي المباراه بالتعادل؟ والله السيناريوهات بقى المتوقعه بعد الهدف الافتراضي ده، يعني الهدف الافتراضي السؤال الافتراضي يعني الهدف طبعا محقق ومؤكد يعني مختلفة، هل كنا بقى اشرس من كده شويه عشان نسعى بدعم من الجمهور لتهديف وهز شباك السنغال؟ احنا في راي حضرتك ليه ما كناش من اولها بالشراسه الكافيه اللي تتماشى مع اهميه الحدث؟ احنا بنتكلم على هنسميها شوطين على حد تعبير حضرتك، شوط منهم في بلدك وعلى ارضك وفي وسط جماهيرك، مفيش اعظم من كده فرصه ان انت تتسيد الموقف من اولها. اللي حصل ان احنا فزنا، حققنا الهدف المطلوب من المباراه، ولكن هل الاداء اللي احنا فزنا بيه ده بالنسبه لحضرتك شخصيا لا مش مطمئن على اللي جاي؟ انا مش راضي، انا مش راضي عن مجمل الاداء، مش راضي جدا يعني. فلما بقول ان هذه زي ما بقسمها شوطين ان احنا ده في رصيدنا، الهدف في رصيدنا نقدر نعمل بيه حاجات كثيره جدا في الماتش الثاني في ابيجان يوم الثلاث، ان احنا يعني بس يكون اللعيب على قدر من مستوى المسؤوليه والشراسه، بعض والشراسه المطلوبه يعني، لان كنا منتخبنا كان ناعم جدا بعد الهدف يعني مش على مستوى، رغم ان بعض اللاعبين كانوا مميزين جدا زي عمر جابر زي الشناوي محمد صلاح تريزيجيه احيانا، انما يعني عايزين نقول ان كان ممكن نقدم احسن من كده بكتير مع بدعم جماهيرنا، وان ده ملعبنا وفرصه في ايدينا، كانت الفرصه في ايدينا ان احنا نجيب هدف تاني على الاقل، لكن احنا سيبنا لهم الملعب بشكل يعني
يعني ازعجنا كثيرا. استحواذ غير عادي يعني. ازعجنا كثيرا. الشناوي شال 3 أهداف محققه يعني. ما ده شيء يعني مش مبشر برضو، خلينا نقول غير مبشر يعني، بغض النظر بقى طاقه سلبيه ولا ايجابيه، انا بقول واقع ده مش مبشر. لا امور بتختلف على فكره. يعني في الكوره الامور بتختلف. النهارده انا في حاله، بكره ممكن اكون في حاله ثانيه خالص يعني. والله نتمنى ذلك استاذ سامي. نتمنى ان شاء الله يعني، ولازم يعني منتخبنا ان شاء الله يغادر النهارده لدكار ويكون في اعتبارهم الرحله الجايه لقطر ان شاء الله. بس اللي يخوف ايه برضو من ضمن تفاصيل المخاوف يعني فكره لما انت في بلدك وعلى ارضك وفي وجود جماهير واحنا عندنا النوع ده من التحفظات، طب امال لما يروحوا هناك بقى هيبقى الوضع عامل ازاي؟ هيبقى الوضع معكوس في ارض الخصم في ملعبه وسط جماهيره والخصم عايز يطهر ولا يملك غير الفوز، فهيكشر عن ايامه من قبل ما الماتش يبتدي من الاساس. هنا محتاجين ذكاء تكتيكي عالي من كروش ومن اللاعبين نفسهم اللي بينفذوا في ارض الملعب. دي فرصه ان اخطف هدف، لان يعني قدامنا فرقه يعني مضغوطه بهدف في القاهره. فدي فرصة ان انا اخطف هدف يعني العب عليهم بشكل عالي جدا و يعني ما ننكمش الدفاع يعني. الدفاع ده اللي كان موجود في القاهرة. لا بس هو كيروش قال كده، قال احنا برضو في خطة دفاعية هناك، انا هدافع هناك. ممكن بيناور ماشي خطة دفاعية ليها شق هجومي، ممكن خطة دفاعية ليها شق هجومي يعني. مرموش لازم يلعب من البداية. واحنا يعني عندنا اللعيبة اللي عندها سرعة الارتداد الكافية من الدفاع للهجوم باستثناء صلاح بطبيعة الحال. صلاح وان كان تمركزه برضو بيساعد على سرعة الانطلاق طبعا الحاجة. ومزعج يعني بالنسبة لهم هو مزعج يعني. يعني انا شايف ان مرموش وجوده مع صلاح في الخط الامامي مهم جدا، لانه مش بس هدر يعني، هو يمكن اقل من مصطفى محمد في اللعب بالراس، انما عنده حلول فرديه ومهارات. عنده حلول فرديه كثيره جدا، ويقدر يخطف هدف في اي لحظه، ويقدر يبقى داعم لصلاح في الخط الامامي. فده طبعا انا بقول يعني مرموش مع عمر جابر كارمن كان عامل جبهه ايجابيه جدا مع محمد صلاح، لازم يبقى موجود ان شاء الله. يعني انا متوقع ان احنا هنشوف ماتش احسن من بتاع القاهره يا موسى ان شاء الله. ليه؟ لان الـ انت على بعد 90 دقيقه من المونديال، فده حافز هيحركك اكتر. هو حافز الجانبين على كل حال يعني. وفي رصيدك هدف. فده الهدف ده هيبقى ضاغط على سيسي ولاعبيه، وبالتالي قدامهم ليس امامهم الا يعني فتح الخطوط، ودي فرصه كويسه جدا عندنا يعني اكثر من لعيب قادرين على التهديد. طيب استاذ سامي، مرموش وتريزيجيه والسوليه بتسديداته المحكمه، فان شاء الله انا متفائل ان احنا هنشوف ماتش افضل من بتاع. خليني اعقب على الجمله اللي حضرتك قلتها من شويه، وفكره ان مفيش حاجه مضمونه واللعب بيتغير. ده بالظبط اللي حاصل مع الصحافه في السنغال، لان احنا قرينا الصحافه في السنغال قالت ايه قبل المباراه. والصحافه كانت بتتكلم بشكل فيه نوع من الثقه الشديده ان فريق منتخبها هيروح ويخلص في ماتش الذهاب، لكن الوضع اختلف جدا. ولو اقرا لحضرتك سريعا ملخص ما كتب يعني في الصحافه هناك في السنغال، كان في تقارير وكان في كلام بيتقال. يعني مثلا بيقول لك ان بطل افريقيا، ده كان عنوان بطل افريقيا، سقط امام مصر وتنتظر مباراه قويه في الاياب من اجل حسم بطاقه التاهل للمونديال. وبعد كده بيقول منتخب السنغال فوجئ بهجوم المنتخب المصري، برده ده كان مش في الحسبان. ربما في برده صحيفه داكار اكتو دي برده صحيح او موقع هناك بيتكلم ان في كان حكم الفيديو الايطالي يعني راحوا لحته برده ان الحكم ما كانش عادل، لجأوا لفكره الاخطاء التحكيميه لما قال لك ان هدف محمد صلاح فازت بيه مصر ده كان في اشاره ان كان في موقف تسلل بسبب لمس الكوره راس محمد مصطفى محمد. يعني ما زال برضو في الاعتراضات اللي بتبقى طبيعيه عقب اي خساره. ده على صعيد الصحافه، وطبعا عايزه تعقيب من حضرتك عليها. الناحيه الثانيه ما اتكلمناش عن الجزء الخاص بتصريحات كيروش اللي البعض خدها غريبه جدا وللبعض قال عليها في منتهى الذكاء، فبتشوفها ازاي؟ انا برضو اقول لك ان هي ذكيه جدا، لانه يعني لا يعني كروش
عقده مع اتحاد الكرة ان هو يتأهل لكأس العالم. فطبعا مش هقول هو بيدافع عن وجوده وبقائه في مصر مع منتخب مصر، لكن هو يهمه جدا انه ينجح ويحقق مع منتخب مصر اكيد المأمول انه يبقى في المونديال ويعمل شغل كويس في المونديال وكده ان شاء الله. فبالتالي يعني انا مش شايف ان تصريحات كروش فيها شيء عجيب. يعني فكره انتوا المفروض تبقوا فرحانين بان احنا فزنا على منتخب زي السنغال وكده، ده في حد ذاته بتشوفه عادي، اللي هو انتوا المفروض تفرحوا ان احنا فزنا 1-0 او الاداء كان بهذا الشكل. هو الهدف ده مش له قيمه ولا؟ ما هي الفكره طبعاً. ان الصحفيين لما سئل منهم هو كانوا بيتكلموا ان الجول ده جه كده، يعني جه زي ما حضرتك اصلا اكدت كلامك، جه كده، جه بدعاء، جه بواتيفر، ولكن الاداء ليس الاداء اللي احنا كنا ننتظره. انا تاني مش بقول رايي، انا بنقل ما قيل في المؤتمر الصحفي. فسر بس، يعني انا ما قلتش كده بالتحديد، انا ما قلت ان الهدف جه نتيجه جمله تكتيكيه مظبوطه جدا، كون الكره ضربت في العرض ورجعت في جسم المدافع ودخلت، ده بتحصل في الكوره. اكيد بتحصل، اكيد بتحصل في الكوره. فبالتالي يعني هو في الاول والاخر هدف مسجل، يعني ده اسيست حلو كمان من السولية لصلاح. بالظبط كده، فيعني هي جمله حلوه. فبالتالي يعني احنا المهم ان احنا فزنا، يعني وبدل ما نشوف الوضع السلبي لاداء منتخبنا، لا نشوف الوضع السلبي ان منتخب السنغال بطل افريقيا مهزوم. هو عموما الجمله اللي هو قالها دي الى حد ما تتسق وتتماشى مع فكره ان هو كمان كان بيتحايل عشان ما يضطرش يجاوب على اي سؤال متعلق بالفنيات. بالمناسبه بعد احنا دلوقتي لازم نطلع فاصل طبعا بعد اذن حضرتك، بس لما نرجع من الفاصل برضو عايز استاذنك نقف شويه عند السؤال بتاع نهاوند او اللي هي قالته بالنسبه للصحافه السنغاليه عن التحكيم. فانا شايف ان احنا من باب اولى احنا اللي يبقى عندنا 100 حاجه نتكلم فيها بالزبط. بخصوص الحكم، ولا حضرتك شايف ايه؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الحكم واللي عمله معانا. فاصل ثم عاوز اتفضل استاذ سامي معانا، وطبعا كان في حديث في الفاصل، وقبل الفاصل لما نطلع كنت انا وكريم نتكلم مع حضرتك عن الصحف وردود الافعال، واعتقد او لمسنا كده من الصحف في السنغال ان هي عندها تخوفات، كان عندها ثقه اصبح عندها تخوفات، ويمكن برضو امور غير متوقعه حدثت. فخلينا نروح برضو للنقطه دي. دي نقطه مهمه جدا ولازم نستغلها يعني كمنتخب مصر، و يعني مش نعتمد عليها بس، يعني برضه لازم جهدنا احنا في الملعب واعداد النفسي للاعبتنا قبل المباراه. فيعني دي نقطه مهمه جدا. هم طبعا يعني هم شايفين نفسهم اعلى فنيا بكثير قوي من منتخب مصر. هم دي حقيقه، يعني دي حقيقه هم لامسينها يعني. انما منتخب مصر برضه هو يعني هو اللي لعب مع منتخب السنغال نهائي بطولة أمم أفريقيا وخسر بضربات ترجيح. صحيح. فبالتالي يعني وكان في حالة إجهاد، يعني لازم نتذكر هذه الحقيقة. كان في حالة إجهاد شديدة جدا إنه لعب 3 مباريات ورا بعض بإكسترا تايم. فيعني كان في النهائي الأفريقي يعني مجهد، مع ذلك نجح إنه هو يوصل لضربات ترجيح وخسر بضربات ترجيح. دي مش قضية. انما المتوج دلوقتي السنغال بطل افريقيا، وانا بعتبر منتخب مصر برضه متوج شريك في هذا التتويج. فبالتالي يعني انا بقول ان النديه موجوده، النديه موجوده، الفروق الفنيه يعني قد تكون برضه موجوده ان صالح منتخب السنغال، لانه منتخب يعني نخبه كبيره جدا من اللاعبين المحترفين في اوروبا مقابل 5 أو 6 لاعبين في مصر، يعني النسبة فرقة يعني. ومع ذلك يعني الرصيد المعنوي والفني لدى منتخب مصر مش قليل طبعا. لازم نحط في اعتبارنا هذه النقطة جيدا، ونقول ان احنا يعني اذا كان عند منتخب مصر تأهل في مونديال روسيا فعنده فرصة مكررة وشبه يعني كوبي يعني من الحاله اللي كنا فيها قبل تاهل منتخب روسيا. ان شاء الله الفرصه موجوده، والهدف ده ذهبي انا بعتبره الهدف اللي حضرناه. هو طبعا انا كنت اتمنى 2 و3. لا هو احنا جبنا اهداف احسن من كده برضو. انا هختلف اختلاف لذيذ مع حضرتك، يعني مش اختلاف. انا عجبني على فكره في الفقره اللي فاتت انت قلت كلمه، ده ماتش مش النتيجه مش ماتش لعب. صحيح.
صحيح. يعني في الفقره السابقه ده ماتش نتيجه مش ماتش لعب، وده يعني ده حقيقه. انا بتفق مع حضرتك، هو الجول في احلى منه كتير. الاسيست بتاع السوليه زي ما اتكلمنا كويس، ولكن الهدف جه برضو يعني انا يعني مش شايفه ان هو جه بشكل مدروس على قد ما جه بشكل موفق، توفيق من عند ربنا مع هذا الاسيست الرائع. يعني ده ميكس من وجهه نظري، انا بتبنى هذا الراي وبرضو كلنا بنجتهد يعني. لا مفيش اختلاف، هو في الاخر هدف يعني، هو في الاخر هدف بالظبط. يعني 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 التوفيق مطلوب قوي في الكوره. هي دي بقى النقطة اللي هنروح للسؤال اللي كان بتاع كريم لحضرتك اللي احنا طلعنا منه فاصل عشان ما ننساش النقطة دي. ده احنا تحليلنا ورؤيتنا للهدف اللي احنا فزنا بيه. على الصعيد الآخر، السنغال والصحف هناك بترى ان الجول ده كان خطأ، في خطأ تحكيمي، وزي كنت بقول لحضرتك كان في لمسة يد ليه قبل مصطفى محمد ولم تحسب وحاجات زي كده اتقالت. فبرضه ردك على ده ايه؟ طب ما نشوف المجمل الاحداث في الملعب والرزالات لعيبه منتخب السنغال وشراستهم والمجمل بيقول ان الحكم كان ضدنا على طول الطريق، ولو حد يعني من عندنا صغر بس ولا طول في النظره للعيب السنغال بالظبط يعني. طب بالمناسبه استاذ سامي، وده عندناه في نهائي افريقيا برضه. حلو، انا عايز بس اسالك على تفصيله برضو متعلقه بالنقطه دي، هو ليه الموضوع ده بقى متكرر؟ ليه بقى من ضمن الحسابات اللي بقت مطلوبه من الجهاز الفني كيروش والمعاونين ان هم كمان يخططوا هيتعاملوا ازاي مع الحكم في حال لو الحكم كان ضدنا بشكل غير منطقي؟ مره دي كيروش يضحي بنفسه فيطرد، مره يتفق مع كابتن شوقي يخش انت يا ابو الكباتن عشان ما طردش انا المره. يعني ليه نضطر لحاجه زي كده وليه متكرره قوي اخطاء التحكيم ده؟ لو افترضنا ان هي اخطاء، مش عايز اقول سوء نيه، مش عايز اقول ان ليها حسابات تانية، ولا قد يكون ليها، لا قد يكون فيها سوء نيه، قد يكون لان تكرار واستدامه هذا الامر سيناريو النهائي الافريقي يعني سوء نيه كان موجود بشكل واضح كده. طب وبعدين بقى واخرتها ايه؟ هو بنعاني حتى الاهلي والانديه اللي بتشارك في بطولتي افريقيا بيعانوا من التحكيم الافريقي ده، ادارنا الحل طبعًا. ان انا اركز في الملعب بشكل عالي جدا، وان انا احط الفرقه اللي قدامي تحت ضغط التهديف المبكر والتهديف المامون، يعني ما اكتفيش بهدف لا احط الثاني وانهي السيناريو اللي ممكن يكون مش جيد للتحكيم. وده كفيل ممكن ان هو يحجم الحكم في حال الشك الى حد ما، الى حد لو ان هو الحكم برضه مش هيحط نفسه تحت المقصله، يعني لو يعني جه عليك اللي عمله امبارح ما حط، ولا في الماتش اللي فات ما حطش من خلاله نفسه تحت المقصره، يعني كميه اللامنطق اللي كان بيطرطشها على الاقل في الشوط الاول بس بالظبط. يعني هو يعني فاولات كتير جدا قوي قوي في المنطقه الحساسه جدا اللي هي خارج منطقه الجزاء، يعني مبالغ فيها. فيعني هنقول ايه؟ ما هو ده قدرنا مع التحكيم الافريقي، نجيب تحكيم اوروبي يعني عشان يشتغل في افريقيا، يعني ده قدرنا. فانا بقول يعني حل ده المساواه في الظلم عدل، ده رجع في كلامه في الانذار الثاني عشان ما يتكررش بالظبط. طب وده طبيعي، ده مش ممكن يعني، ده بقى باينه قوي يعني. يعني مش عايزين نخش في تفاصيل قوي، بلاش هي في تفاصيل محرجه شويه يعني، بس هلمح كده ان يعني افريقيا السمراء متحمسه نفسها اكثر من الشمال الافريقي، دي قضيه قديمه. بص يا مستر سامي، يعني هو فعلا الحديث مطول تحديدا في هذه النقطه، فانا رايي فعلا خلينا لا نتطرق ليها. بس احنا فاضل لنا دقائق قليله جدا، طبعا هيبقى ليك الكلمه فيها، وعايزين من ضمن بس الحاجات اللي حضرتك تركز لنا عليها تشكيل الفكر بقى بتاع ان شاء الله كيروش في العوده، ويوم الثلاث هيبقى عامل ازاي؟ اتفضل. ان شاء الله يعني اتوقع ان التشكيل طبعا في اثنين خرجوا بره يعني الونش وعم منعم وانضمام ربيعه، طبعا وانضمام ربيعه وعلي جبر وعلي جبر فطبعا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ايا كان اللي هيلعب جنب ياسر نتمنى لهم التوفيق في ان يكون دفاعنا اكثر تماسكا، والخطوط قريبه كتير، لازم تبقى الخطوط قريبه، مش مهم اهاجم بشكل واضح، لا انا هاجم طالما اتكلمت على التشكيل انا بحبذ وجود مرموش في بجانب محمد صلاح في الخط الامامي،
لان المناوره الفرديه هتكون لها دور كبير قوي في هذه، خصوصا مع بعد ربع ساعه بعد ثلث ساعه هتزداد شراسه الهجوم السنغالي. أيوة. وبالتالي هيكون في مساحات، المساحات دي لازم نستغلها يعني بشكل فردي بشكل فردي. فمطلوب ان احنا يعني من نص الملعب نكون مأمنين كويس، من نص الملعب مش من ثلث الملعب، وده اللي هم عملوه فينا في الماتش الاولاني، انه من نص الملعب يكون الخطوط قريبه ودفعات منظمه عشان نقدر نحطهم تحت يعني مقصله الخطا، ان هم يكونوا يعني يتجاوزوا ويندفعوا ويكشفوا ظهرهم لفرصه. بس ده هيستدعي تغيير الطريقه بقى من قبل كيروش في الحاله دي. اه طبعا ممكن يلعب 3 4 3 مثلا، يعني 3 4 3 هي لا من يعني انا طبعا انا لعبنا هنا 4 3 2 1 تقريبا، فالمطلوب ان نكون اكثر تقاربا في الخطوط الثلاثه وما نرجعش كره كتير للشناوي. ده زي النادي الاهلي بقى 3 4 3. اه ما نرجعش كره كتير للشناوي، يعني انا بقول لهم تعالوا، انا بقول لهم تعالوا العبوا في ملعبي. فدي كانت مساله مرهقه للشناوي من ناحيه، ومدعاه للخطا مره لا قدر الله رجله كره تقلش منه وتجلي منه. الحقيقه ان الود ودنا ان الشناوي لا يختبر من الاساس، ده نتمناه نتمناه، بس هو على مستوى المسؤوليه طبعا وان شاء الله. يعني حارس مرمى مميز جدا طبعا، ووجوده بيطمن كل اللعيبه وبيطمن الجماهير، بس ما ننتقلش عليه، ما ننتقلش عليه ونخلي الكره في نص قدر الامكان في نص ملعب صحيح السنغال عشان نقدر ناخد نفسنا ونستهلك الوقت بذكاء. طبعا انا بقول ان قفشه مطلوب يبقى موجود في توقيت معين من المباراه، مش من البدايه. البدايه مطلوبه دفاعات ناس قويه بتأدي الدور الدفاعي بشكل كويس عشان نقدر نتكلم عن انه ينزل في النص الثاني من الشوط الثاني بالظبط ده كده. لو الدنيا ماشيه على هوانا اصلا، لو 0-0 يعني, صفر يعني. ولو او 1-0 لمصر يبقى يا ابو زاهر الحاج. فبالتالي يعني قفشه هيكون له دور مهم جدا في الثلث الاخير من المباراه، انه يقدر يعمل ثرو باس حلو لصلاح او لاي حد، او يستغل مهاراته هو الشخصيه انه يعدي. فبالتالي انا متفائل جدا ان مصر في قطر ان شاء الله، والماتش ده هيعدي على خير ان شاء الله. بس نحط ثقات احنا طب اتفضل عشان احنا لازم نطلع فاصل، نحط ثقتنا في لعيبتنا ان شاء الله ونتفائل خير ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا مسيو سامي، ان شاء الله خير، ولو فزنا انا هكلم حضرتك بقى. اتشرف. والله كل سنه طيب. حضرتك طيب يا رب. كل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك بخير. هنطلع فاصل يا حضرات، وبمجرد العوده جهزوا نفسكم بقى لموضوع مهم جدا هتتكلم فيه نهاوند مع الدكتوره دينا ابو السعود، يهم الكل تقريبا، خليكم معانا.